الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريض زرع له كلى وأمره الطبيب ألا يصوم هذه السنة على أمل بإذن الله أن يصوم السنة القادمة، فما الذي يجب عليه في هذه الحالة؟ الحمد لله، وبعد، إذا كان سبب الإفطار في نهار الصوم هو المرض فلا يخلو هذا المرض من حالتين: إما أن يكون من الأمراض التي يرجى برؤها في زمن من الأزمنة في مستقبل الإنسان على حسب نظر الأطباء ومعرفتهم وخبرتهم، وإما أن يكون من الأمراض التي لا يرجى برؤها مطلقا. فإذا أفطر المريض بسبب المرض الذي لا يرجى يوما من الأيام برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وألحق بالشيخ الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه. وأما إذا قرر الأطباء أن هذا المرض سيزول عن الإنسان سواء أهذه السنة أو السنة التي بعدها، فهو من جملة الأمراض التي يرجى برؤها، ففي هذه الحالة يجوز له أن يفطر بسبب ظروفه المرضية ولا يطعم، لأنه سيشفى في يوم من الأيام ويقضي حتى ولو تأخر قضاؤه إلى سنة أو سنتين، فبما أنه يرجى برؤه في يوم من الأيام فلا إطعام عليه، بل عليه أن يقضي، لقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأطلق الله عز وجل هذه العدة ولم يقيدها، فمتى ما شفاه الله عز وجل في سنة من السنوات وزال عنه هذا المرض فعليه أن يبادر بالقضاء، والله أعلم.